اهلا وسهلا فيكم احبائي متابعيني. اليوم وصفتي هي كوكيز الشوكولا المشهور اللي منشوفه بمحلات مثل ستاربكس وغيرها بطريقتي السهله. عندي 120 جرام شوكولا بدي دوبها اما بالميكروويف او على حمام مي مثل ما عملت هون، حطيتها فوق مي سخنه بس تدوب الشوكولا، بشيل المي السخنة وببدأ بضيف المكونات. بدي ضيف على الشوكولا معلقتين كبار زيت نباتي وحرك لحتى يمتزج الزيت بالشوكولا. بعدها بدي ضيف 5 معالق كبار من السكر البودرة وحرك منيح وتخلص من الكتل إذا موجودة، بضغط عليها حتى يدوب السكر. هلا بدي ابدا اضيف البيض، هن حبتين بيض. اول شي بضيف اول بيضة وبحرك، وبس تمتزج بضيف البيضة الثانية. بس يمتزج البيض رح ضيف معلقتين كبار ممسوحين من الكاكاو ورشة ملح صغيرة. آخر مرحلة بدي ضيف الطحين، كوب كبير من الطحين مع معلقتين إضافيات، كوب ومعلقتين كبار طحين. بحرك المكونات كلياتها لحتى يختفي الطحين ويصير عجينة الكوكيز تصير جاهزة. هاي عجينة الكوكيز جاهزة، هيك بتكون بهالطريقة. هلأ بدي غطيها وحطها بالبراد نص ساعة ساعة لحتى تتجمد وأقدر يعني تتماسك مع بعضها وأقدر شكلها بهاي الطريقة. هلأ بدي أخذ شوي بالمعلقة وشكلهم بشكل كرات، بحطهم على صينية فيها ورق زبدة وبحاول إنه تكون كرات الكوكيز تقريبا قد بعضها. هلأ لما شكلت كرات الكوكيز بهي الطريقة رح أحط الصينية بالبراد لمدة نص ساعة أو ساعة لحتى تمسك حالها وتتماسك. هلأ أنا شغلت الفرن على حرارة 180 درجة وبدي قبل ما أحط الكوكيز بالفرن نزلهم بالسكر البودرة، غبرهم بهي الطريقة. هيك بنعمل هذه الكوكيز حتى هلأ الحرارة تشقق السطح من فوق، هيك هذا شكله مميز بهي الطريقة. هلأ بيدخلوا على الفرن شاعل من تحت لمدة 7 دقائق، بعدين بشعله من فوق كمان لمدة 4 لـ5 دقائق، يعني الكوكيز بيقعد بالفرن تقريبا من 12 لـ15 دقيقة لحتى يقرمش السطح تبعه ويتشقق مثل ما حتشوفوا بالفيديو. وهيك الكوكيز صار جاهز، هذا شكله المميز، بيكون مشقق من برا وشكل السكر البودرة بيعطيه هيك شكل كراكي حلو، طعمته طيبة وغني هيك بطعم الشوكولا. وكل ما كانت الشوكولا أطيب كل ما هالكوكيز بيطلع أطيب وأطيب. لما مندوق حبة الكوكيز بتكون مقرمشة من برا طرية ودايبة طعمتها من جوا. جربوه سهل وبسيط وبسرعة بيصير، ما بياخد وقت، وبشوفكن بالفيديو الجاي.